مش معترف ب 25 يناير، مش معترف. انا حر، قال اقسم بالله العظيم انا حر. بعد اذن حضراتكم انا جاي هنا معايا حصانه اقول اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه، ومحدش يحاسبني غير رئيس الجلسه. دلوقتي موضوع البرلمان المصري ده، يعني هم قبل الانتخابات كان بينزلوا ويسلموا علينا ويجوا يشوفوا مشاكلنا هيعملوا ويعملوا، دلوقتي ما شفناش منهم حاجه. هو بقالهم اكتر من شهرين ها، وزي ما انت شايف كده بيتخانقوا مع بعضيهم وناسين مشاكلنا، واحنا مشاكلنا في الحديد ما فيش حاجه خالص. اديك زي ما انت شايف الوضع اهو، الوضع في النازل اهو، واحنا زي ما انت شايف مشاكلنا كل مدى ما بتزيد. حضرتك دلوقتي بالنسبه للنائب بتاع ايه الدايره بتاعتنا بتاع دايره المنتزه، لما جه قبل الانتخابات بقى يسلم على كل واحد في الشارع ويقول هنعمل لكم واسوي لكم اي حاجه طالبينها اديها لكم. دلوقتي ما شفناش منه حاجه خالص، ولا نزل، والاوضاع زي ما هي، وزي ما انت شايف الصرف الصحي ما حدش عمل فيه حاجه، والشوارع مكسره، والاسعار زي ما هي في المنطقه هنا. انت بتسالني انا مش عارفه اقول ايه. انا شايفه مجلس الشعب بيتخانقوا مع بعض وسايبين مشاكلني، لا منهم بدور علاني ولا بيسالوا فيني، واحنا تايحين والغلا كلني، ولا لاقيين حاجه نجيبه لعيالنا، ولا لاقيين اكل، وكل حاجه غاليه، والدواء غالي مش عارفين نجيبه الدواء. الشريط البرشمة قال لي شريط ب 30 جنيه، والحشايل الغدد ورقبتنا وجعانة، ومش قادرين نشتكي لمين، ولا قادرين نجيب الدواء حتى على نفقة الدولة ولا أي حاجة. قاعدين بحسرتني، ومجلس الشعب قاعدين يضربوا ببعض ويتعاركوا مع بعض، ورفضوا التصوير عشان ما حدش يشوف حاجة منهم. بالله العظيم أنا أحافظ كلمة الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب برعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة. بص، هو هتبص للموضوع هتلاقيهم كلهم عصابه، كلهم حراميه، ومحدش باصص لحال الدنيا ولا حال البلد، كله بيدور على مصلحته ويدور على الماديه، محدش باصص الشباب الصغير ده هيروح فين، هيجي منين. احنا انتخبناهم عشان نلاقي منهم حاجه، بس مش شايفين منهم اي حاجه غير خناق وكلام، يعني كلام عبيط. الناس ما تنفعش المناصب زي ديت، المفروض كانوا يبصوا الشباب بره تنفع للمناصب ديت، انما دول حراميه كلهم. تمام، شوارعنا ودنيتنا بايظه، ولما كنا بننتخبهم كنتوا بتلاقيهم قدام مننا وزي الكلاب بيسلموا علينا ويدونا مقام، بعد ما خدوا اللي هم عايزينه محدش بيبص لنا، محدش بيبص لاحوالنا، محدش بيبص للبيب، محدش بيبص للمجاري. الكلام ده كله حرام، يعني المفروض ان هم خدوا حاجه دي امانه ربنا مديها لهم، المفروض يبصوا للناس دي عشان الناس دي غلابه، وما لهمش غير ربنا ثم هم. واحنا انتخبناهم كلهم وكبرناهم وخليناهم في مجلس زي دوت عشان نلاقي منهم حاجه، بس واضح ان مفيش حاجه هتحصل، والناس دي كلها حراميه ونصابين. احافظ مخلص رحيم، لا وصايه عليا من اي حد في المجلس كاتب مذكره. شغل المخبرين ده انتهى من زمان. بعد اذن حضرتك، من فضلك انتهى من زمان. ولا عمالين يعملوا لنا حاجه للميه ولا للمجاري، والواحد عيان يشرب الميه من هنا يعيا من هنا، والمجاري مورقنا البيوت. ده احنا سيبنا بيوتنا اللي هي بيوتنا وقعدنا مساكنين بالفلوس عشان خاطر بيوتنا غرقت ميه من مجاري، وهم بس يعني اقول ايه شاطرين بس يتعاركوا مع بعض وخلاص. هذا اللي احنا بنشوفوه وناخدوه منهم.